القائمة التي أعدها الفلسطينيون تشمل إعادة فتح بيت الشرق ومؤسسات فلسطينية أخرى مغلقة منذ 2001 في القدس الشرقية، وعودة الشرطة الفلسطينية وضباط الجمارك إلى جسر الكرامة كما جرت العادة بعد اتفاقيات أوسلو، والسماح بإقامة مطار دولي في الضفة الغربية ومنطقة تجارة حرة بالقرب من أريحة، والسماح ببناء خطوط سكك حديدية. رغم أن معظم المطالب التي قدمت للإدارة الأمريكية هي قديمة، وبعضها يعود إلى العام 2014 عندما توقفت المفاوضات في عهد إدارة أوباما، إلا أن السلطة تعتقد بأن مثل هذه المطالب إن تحقق جزء منها فعلى الأقل سوف يساهم ذلك في تدعيم سياسة البقاء التي تتبناها السلطة. محاولة هي الأولى الجادة التي يسعى من خلالها الفلسطينيون لاستثمار التغيير الذي حصل في واشنطن وما تلاه من تغيير الحكومة في تل أبيب. إعادة العلاقات الأمريكية مع رام الله، ربط الأردن فتح صفحة جديدة من العلاقات بمعالجة الموضوع الفلسطيني، ورغبة إسرائيل منع انهيار السلطة الفلسطينية، كل هذه العوامل تدفع بحكومة بنت إلى البدء ببلورة سياسة جديدة، ومنها تبني بعض المطالب الفلسطينية. بعض المطالب الفلسطينية تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 20 عاما، وأخرى تسعى لتغيير الوضع الحالي، فيما ركزت أخرى على مستقبل العلاقة مع إسرائيل، وتنفيذ أي من هذه المطالب بحاجة إلى حكومة إسرائيلية متينة. الفلسطينيون يدركون جيدا أن بعض مطالبهم مستحيلة التنفيذ حاليا، لكنهم أيضا يؤمنون بمبدأ المطالبة بالكثير للحصول على القليل. من الأراضي الفلسطينية، خالد القاسم، العربية.